العيد عباد الله، والتكبير شعيرة من شعائر العيد، يعظم المسلم فيها ربه سبحانه ويمجده، ويعبر فيها عن شكره وفرحته وامتنانه لربه تعالى بما جاز عليه من مغفرة الذنوب وستر العيوب، وما أفاض عليه من النعم، وما حماه من الفضل والكرم في هذه الأيام المباركات والساعات الطيبات الزاكيات. ولذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بالتكبير من صبح يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، ويتأكد ذلك عبر الصلوات المفروضة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، عباد الله، إن أيام العيد أيام بهجة وتواصل، كما أنها أيام ذكر وتكبير لله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أبي حذافة، يطوف في منى: ألا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، ويندب في هذه الأيام صلة الأرحام وزيارة الأصدقاء والجيران، حيث تتناقى القلوب بالمسامحة وتمتد الأيدي بالمصافحة، فتتناقى كرم الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، فاتقوا الله واعلموا أنه مما يعزز التواصل في هذا اليوم نحر الأضاحي التي أمرنا الله تعالى أن نتقرب بها إليه، فنأكل منها ونهدي إلى غيرنا من الأهل والأصدقاء، ونتصدق منها على المساكين والفقراء. يقول الحق تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه المسلمين لأن يكون هذا النسك أول ما يفعلونه يوم العيد. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام